السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد. كيف العاده حالنا هذا شويه فرح شويه سعاده. المهم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نهضر في واحد الموضوع. قبل ما نهضر في واحد الموضوع، كاينه واحد المقدمه دائما فهمتي تحفيزيه. بغيت نخاطب واحد الناس دوك اللي كيخططوا في الحياه. شوف اخويا، رساله ونصيحه مني انا، ياك عبد من عبد من عبد الله عز وجل، عبد ضعيف. عمرك تخطط في الحياه؟ لان الناس اللي كيخطوا ما كينجحوش، ما كيوصلوش. ما تبقاش تقول لي تخطئ، ما كاينش تخطيط في الحياه. انا نقول لك من هنا، شي فيما كنت تخطط غندير هنا، غنمشي هذا العام هنا، غنمشي. واش ضامن عمرك انت؟ واش ضامن عمرك انك غتعيش غدا ولا بعد غدا؟ ما تقدر تعيش دابا ساعه، تقدر دابا تخبطي روحك قدامك في هذا الفيديو. عمرك تخطط تقول غدا ولا بعد غدا غنمشي لهنا، غنمشي ندوز في الصيف، غنمشي لفرنسا، في الصيف غنمشي لكذا؟ تقدر ما تمشي حتى شي بلاصه، تقدر تمشي عند الله عز وجل، فهمتيني؟ ما تخططش الحياه، ما تبقاش تخطط المستقبل حتى هو كذلك مثال. ما تبقاش تخطط ليه، شوف طلقها في يد الله. قلت لك شوف تصنت لي الله عز وجل اش قال لا تخافن من داوي السلطان، ما دام سلطاني حي لا يموت. قال لك كيف تخاف الفقر وانا خزائني ملانه، لا تسالني رزق غد كما اني لم اسالك عمل غد. انا غنشرح لك لما فهمتيها. واش الله عز وجل كيقول لك غدا شنو دير؟ ما كيقولش لك شنو دير، ما كيقول لك والو، ما كيقولش لك شنو دير، كيقول لك قال لك لا تسالني رزق غد كما اني لم اسالك عمل غد. شو الله عز وجل اش قال لك؟ ما تسولنيش على الرزق ديال الغدا كما انني ما سولتكش شنو غدير غدا. شوف عيش كالفرخ، عيش كانك صقر طير، كطير في السماء طبر على رزقك، ربي الله تيجيب لك رزقك حتى لعندك. ما تبقاش تخطط، ما تبقاش تقول غندير، ما تبقاش تقول وراه داروا عمارات ورابوا عليهم، راه بني علي وسير وخلي. شحال من واحد دار وقال غندير، في الاخر ما دار والو، مشى عند الله عز وجل. الدوام لله عشيري، سمعتيني؟ الدوام لله عز وجل. سعداتك يا فاعل الخير، سعداتك اخويا، والله ما نكذب عليكم، اللي سعدات يا فاعل الخير. الله عز وجل سول الناس في القبوره اللي ميتين، لو رجعتكم الدنيا شنو ديروا؟ قال لك كنا من المتصدقين، يرجعوا يصدقوا، لان الصدقات يذهبن السيئات ويطفون غضب الله، فهمتيني؟ كيطفوا غضب ديال الله عز وجل. بنادم يكثر من الصدقه ويكثر من الحسنات، ماشي يكثر من النميمه وراس الدرب ونار كامل وبقى باقال قلتي فعلتي تركتي هذا، فهمتيني؟ حيدوا منكم هذه القضيه الدراري ديال قال قلتي فعلتي تركتي. ما تكونوش بحال هذا النوع، ما تكونوش سلبيين في الحياه، عيشوا ايجابيين وطلقها في يد الله. مستقبلك بين يد الله ماشي بين يد العبد. هذاك اللي كيبقى يقول لك انت ما غتوصلش، انت ما غديرش، انت حقا ما خدمتيش، انت ما عندكش الباك، انت ما عندكش ديبلوم، انت ما عندكش حرفه، حتى واش انت والله؟ واش نمله كتخرج غير في الصيف كتدبر على راسها مده 3 شهور، كتدبر على راسها وكتسد عليها الباب، كتخرج من الصيف صيف 3 شهور ودير لها الله رزقها على طول السنه؟ واش انت فرخ اللي دير ليه الله؟ قال لك ان الله يرزقكم مثل ما يرزق الطير في السماء. واش انت شتو والله؟ الا قال لك شي واحد بحال هكا قال لك انت ما درتيش ما فعلتيش، قول لي واش انت والله؟ الله شوف قال لك سبحان اللي بيته فشان وبيته صباح فشان وبيته فشان. شحال واحد كان ما عندوش ولا عنده، شحال واحد كان عنده ولا ما عندوش. علاش قلت لكم الدوام من الله عز وجل، فهمتيني؟ بنادم بلا ما يقول في الحياه انا ما درتش انا ما فعلتش، ما تبقاش تبكي ديما، بكي على الله عز وجل ديما. قال لك ان الله يحب العبد الملحح. شنو العبد الملحح؟ حتى دابا بزاف الناس غالطين فيا، كيشوفوني كندير هادشي ديال التنمر فكاهه كندوي هادشي، كيقولوا انا راه على امي ما قاريش. ما كنبغيش نتعمق في هادشي فهمتي ولا لا، باش ما نزابيش، باش ما نبقاش ندخل في هاد التخربيق فهمتي. حتى انا لا انتمي الى اي حزب سياسي او ديني، فهمتيني؟ انا تحت شعار الله الوطن الملك دائما، ولكن ما كنتميش لهادشي ديال، ما كنبغيش نتعمق فيه فهمتي. قال لك ان الله يحب عبده الملحاح. عبده الملحاح شنو هو العبد الملحاح؟ هو الانسان اللي كيبكي على الله عز وجل، حتى الله عز وجل كيبغيك، كيفرح ملي كيشوفك كتبكي عليه، ما كتبكيش على واحد فهمتي. كاين شي واحد كتلقاه كيشرب قهوه كاع كيقول اودي صاحبي اش وقع لي في الحياه وشنو طرا ليا ومرتي كطلقني والطوموبيل كريدي والدار كريدي وكذا، وكيبدا يبكي على صاحبه كيسحبه هو الله. تا شوف بكي على الله عز وجل، صاحبك راه غدا ولا بعد غدا يفضحك، يقول لك عقلتي راه جيتي تبكي عليا، تنقصت عليا خنونتك، مدير ليا كي الكلب، غيشوهك. بكي على الله عز وجل، كاينه الصلايا تكا وشد القبله وبقى تبكي على الله عز وجل، والله ربي ما كيخيبك، اقسم لكم بالله العظيم بالتجارب.
والله ربي ما يخيبك. شوف والله ضرب تمار والله ربي ما يخيبك، والله اطلب الله عز وجل ربي لا يخيبك. المهم دابا بعدا غندخل في الموضوع. المهم بغيت نهضر في واحد الموضوع، موضوع كيتعلق بهذوك صحاب السرقه، كيتعلق بصحاب الضرب والجرح، كيتعلق بصحاب التعدد المتعديين في الحياه. عرفتي هذوك اللي كيتعدوا؟ مثلا واحد انسان جا غريساني، انا مثلا غريساني، شدني حيد لي التليفون وخسر لي وجهي، هذه الاولى. الاولى حيد لي التليفون، الثانيه خسر لي وجهي. انا كنوض كنمشي عند الطبيب، الطبيب كيشوف الحاله ديال الوجه، كيشوف ان السرقه الموصوفه كذا، الطبيب حتى هو ما كيتعاطفش، برافو على الاطباء بعدا، كيشد كيعمر لك شهاده طبيه، فهمتيني؟ اغريسيون يعني السرقه موصوفه بضرب سلاح كذا، هذه مؤديه الى العاهه المستديمه او كذا او كذا وكذا. انت كتنوض كتخلص شهاده طبيه، كتمشي عند البوليس. ملي كتمشي عند البوليس، البوليس هما كذلك مثال كينوضوا، تحيه الامن الوطني، تحيه النيابه العامه، تحيه الدرك الملكي بعدا من هذا المنبر. انا نقول لكم علاش نقول لكم، كنقول لهم التحيه دائما. ملي كتمشي عند المخزن بوليس، كتمشي عند البوليسي، كتدخل عندو المكتب ديالو، السلام عليكم، السلام، انا تكريسيت في واحد البلاصه بلان فلان فلانيه، كيقول لك مرحبا، كيبدا معاك تدريجيا، فين تكريسيتي؟ في الحي فلان فلاني، طق طق طق، فين بلاصه معاه الساعه بالضبط كذا، باش حتى هما ما يظلموش شي واحد. شوف المخزن كيف داير، كيقيد المحضر، طق 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 طق، ضرب بالسلاح الاحمر، كيقول لك بالسلاح الابيض، اش من نوع ديال السلاح؟ كتقول لي مثلا جنويه، كيقول لك قداش، كتقول لي قدو، كيقول لك 22 17 طق، كيشد كيقيد في المحضر، فهمتيني؟ اله حاده او سلاح ابيض من نوع الحجم 22 كذا وكذا، حيت كتقيد في المحضر كما هو، فهمتيني؟ اللي وقف عليك كيدير، كتقول له عنده ستيكه، عنده هذه شعره ضارب حاجبه، ما عندوش المونتاج، ما عندوش لحيه، كتعطيه الاوصاف كيولي يعرفوه. علاش؟ حيت البوليس كيعرفوا شكون اللي كيسرق وشكون اللي كيتعدى وشكون اللي كيضرب الضرب والجرح، كيعرفوهم، لانه مدوز المؤسسه، ما تخفاش عليه، عندهم تصاورهم، التصاور ديالهم. ملي كتدخل كيعطيك البوليس التصاور، كيقول لك واش هذا واش هذا واش هذا، حتى كطيح في هذاك خونا اللي كريساك بالضبط، والموتور النوع ديال الموتور كذا، هذه حتى كيجبدوا البور. علاش دايرين حمله على الماطر؟ كيقولوا هاجي عرفتي كيف دايرين حمله؟ دايرين حمله حيت كاينين وحدين كيهزوا الماطر كيسرقوا بهم، ما مخلص بلاكا، ما عندو بيرمي، ما عندو لاسيرونس لا والو، يعني هذا خاصو يطبق عليه القانون، فهمني؟ هذاك الشيء اللي كتقولوا نتوما الحمله، علاش خاصني ندير كاسك، علاش خويا الحمله زوينه، انا نقول لك علاش، لان بنادم كيجريسي بماطر وكيتسبى في واحد اخرين، اللهم خلي القانون غادي مزيان. ما علينا، ندوزو للمرحله الثانيه، كيقيدوا لك المحضر كذا كذا كذا، كتمشي ثاني كيلقطوا لك خونا، كيدخلوا عند وكيل الملك، وكيل جلاله الملك، كيشدوا انت فلان وكيل، اول حاجه شادوك القياقه كامله، هذوك القباحه كامله اللي كيقولوا انا راسي المجرمين، راه كيوقف قدام الوكيل. سولني انا وقفت قدام الوكيل وشفت المجرمين قدامي كيفاش كيتبيضوا، فهمتيني؟ خليني من ضارب لحمي واشم با دامي با كونفيونس مامو افونتوس ومخسر وجهه وحالته، راه والله يا مو خا يكون دير كاسكيطه كيحيدها ليك، يقول له حيد كاسكيطه كيتحيد، بحال هكا كتوقف مربي يدك بحال سالك كدوز امتحان ديال البكالوريا، سالك تحفظ محفوظات بحال هكا قدامك، كتولي يقول كيولي يقول استاذ صاحبي قدي زابي، كيولي خايف يقول شي كلمه ماشي تالين، حيت الاستاذ وكيل الملك راه ماشي يقول مال دير ماك مرمق، وصلت معك داك النيفو، كتلقاه استاذ وكيل جلاله الملك، نائب وكيل الملك او وكيل عام، كتلقاه باقي صغير وزوين مريح بيرو، كيبان لك عليه واحد النور سبحان الله العظيم، واقف تما كاينه الورقه والسيلو، كيضرب معك القانون والسيلو، فيت منك سرقتي فلان، ما لقيتش يكذب عليه، وقع لي استاذ واحد هذاك العام الله يعفو ليا، واخا هذاك العام الله يعفو لك ضربتي 3 سنين خرجتي، دوزتي ثاني واحد البقيه ثاني في 2016 ضربتي فيها عامين خرجتي، اي يا استاذ، ودابا في 2023 درتي ثاني جريمه كريسيتي وضربتي هذا ودرتي، كيقول لي استاذ، كيقول لي اسكت استاذ، اش كيعرف؟ كيعرف البصمه، بصم طق طق ديه، كيعمر المحضر كيقويش مع قوه الهضره، استاذ كيقرا وكيل الملك ديما كيقرا المحضر، ما كيدوش مع هذاك الطرف الاخر، كيشوف وجهه، كيشوف التصويره، كيشوف كل شيء، حتى هذاك الشيء كيكون محطوط عنده في الملف، ان تكريسه فلان فلاني، لان البوليس دار خدمته، جابوا المجرم، البوليس مساكن كتلقاهم خارجين، تحياتي لهم بعدا، لي زانسبيكتور ولاو دابا صغار، واقف معاك تيهزك يخطفك ميلو، تصطبق،
فهمتيني كيدوزوا دابا يومين تندوزو كنت شوفو سطافيطات دايزين محلولين خير محلولين وعامرين حناش فهمتيني كاملين ليزانس بيكتور باقينا صغار حق الرب العلي العظيم كيدورو في قهاوي كيدورو هنا كده نوضين حمله الحمد لله حتى ما كاش الامن غادي غادي غنشوف كنتي غتشوف شي حد كنتي غتشوف حرب اللي ما عمرك شاف في حياتك غتقولي المريح دابا في داركم يدخلوا عليك داركم يجريسوا لك اختك يجريسوا لك امك ينعسوا لك مع امك ينعسوا لك مع باك قانون زوين والله تلقى القانون زوين ما علينا البوليسي مسكين كتلقاه خارج كيقلب في الليل في النهار على داك المجرم اللي خسرك وداك وكذا وكيسول في القهاوي شكون فلان شكون فكان وكذا كذا محركين تليفونات محركين العجب باش يجيبوا لك داك المجرم اراك ليا هذاك المجرم كيشدوا كيديو العكاشه او كيديو سيدي موسى او كيديو الحبس اخر فين كيوقع المشكل المشكل والخلل فين كاين هو واحد الانسان كيجي كيبدا يقول لك حتى داك داك اللي كريساك عرفتي شكون ترى باه كان يقرا معايا ترى العواشر هذه شكون اللي خارج علينا حنا في المغرب العواشر هذه العيد هذا باه كان صاحبنا راه كان يقرا مع خالك هكا انت شوف انت واش خسر لي انا وجهي وكريساني دا لي تليفون الجمال ديالي في خطر مشى ودا لي تليفون ديالي وكتقول لي قاري مع باك قاري مع خالك مالو ما دار باعتبار ديال خالي وعمي وكذا ولا كان يدخل دارنا وكذا وكريساني وتجي تقول لي نسمح لي شكون هي كيسمح لك كتلقاهم كيبقى يقولوا لي العواشر هذه كذا اش كيديروا كيمشي كيدير تنازل في السيناف السيناف حاكمين عليه ب 4 سنين اش كيدير كيدخلوا ليه التنازل في السيناف كيولي خارج المجرم من حداك يعني الخدمه ديال البوليس والخدمه ديال النيابه العامه اللي هو وكيل الملك وكذا كامله ضربت عليهم في الزيرو وكتجي كتقول لي علاش الاجرام ولا علاش ولا واحد كيدخل حتى هو داك المجرم اش كيبقى يقول في راسو كيبدا يقول اجي انا فاصل عليا دارنا هاد المره غدا غندير ثاني جريمه غيولي شق عباد الله غيولي دي ثلاثه تليفونات اربعه 10 في النار غيولي ضرب غيولي يقول لك حقا ضروري غيكونوا يديروا حساب العواشر حساب كذا وكذا يعني انت ماشي ضارب تامر عند البوليس والبوليس مخدمهم منوضهم خدامين 24 ساعه على 24 ساعه كينعس ايكيب كيصيفطوا ايكيب اخرى يقلبوا لك على هذاك فلان ويجيبوه لك ويديو لك عند وكيل الملك ووكيل الملك يدير خدمته ويصيفطوا للمحكمه يصيفطوا للحبس وتجي انت دير لي تنازل وتوجك رسم لك فيه علامه ديال شقك شقك حيد لك وجهك وحيد لك ولا كتلقى واحد النوع كيدير تنازل بحال الدريات واكثر يد الدريات كنشوفهم كيديروا تنازل علاش كيديروا التنازل حقا غيخرج وغادي يتلقى ليا وخسر ليا وجهي واش شي حمقه واش عارف احنا عايشين في غابه واش كتحسب راسك حنا عايشين في غابه واش كتحسب احنا ما كاينش قانون في البلاد واش كتحسب ما كاينش وكيل الملك ما كاينش البوليس ما كاينش الدرك ما كاينش الامن في الحياه ها واش كتحسبنا عايشين السيبه شوفي راه ملي كيضربوا مو بواحد 4 سنين ولا 6 سنين ولا 8 سنين هذاك الحباس اللي تخيفه منه راه كيخرج كيولي غادي حتى جنب الحائط علاش حيت ما سمحتي لي ما والو وقفتي معايا قدام الوكيل ها انت اللي درتي وانت اللي فعلتي وانت اللي اغتصبتي وانت اللي ضربتي وانت اللي كريسيتي وانت تو فوجو وخرج دير اجي قرب ليا بين ليا اجي قرب ليا وكتسيني مع التزام ان لا طرا شي حاجه انت المسؤول والله يمو هذاك الحباس اللي مورا كريه كيتباس فهمتيني كيولي خارج كلكل كلكل كيولي يشوفك كتبان لي الصطافيط كتبان لي 6 سنين اخرى كيولي يقلب الدوره بجري انت اللي كتقولي غيدير ليا غيفعل ليا وراه واخا يكون واكل 10 فانيلات والله تبان لي والله تبان لي الحبس ولي يقول لك خويا دور ميا صاحب الدعوتي انا نقول لك اللي كاين ما كاينش تنازل واش واحد خسر لك وجهك واش واحد ضربك كريساك حيد لك تليفونك تعداو عليك كاين اللي كيغتصبوها كتمشي كدير تنازل وكتقول حقا الامن ما دارش خدمته حقا الوكيل ما دارش خدمته نتوما كتضربوا الخدمه ديال الوكيل وكتضربوا الخدمه ديال البوليس في الزيرو وكتعطيهم التنازل وكتجي تقولوا مالو خرج مال هذاك المجرم دار مال هذا هز جنوي يضرب عاوتاني الشق عباد الله انا تعاطف مع الحباس ياك اللي كيكون داخل مسكين على شي حاجه بسيطه فهمتيني مدونه ديال الاسره هذاك الشيء ديال سميتو بحال مجدود عندنا فاقه ما عندوش باش يخلص شيك شي حاجه هذا هو اللي نتعاطف مع هذا هو اللي كيتسمى الله يطلق سراحه ومسكين والله يدير ليه اللي فيه الخير وكذا اما واحد كيهز جنويه وكيخرج كيكريس كيشق في عباد الله المشكله ماشي كيدير لك غير تليفون كيخسر لك وجهك هذه هي اللي كتبقى فك حتى الطبيب خاصك 6 العمليات ديال التجميل ولا 7 العمليات ويدير لك في الليزر ويخيطوا لك وكذا وكذا وفي الاخر سير حتى دير لي التنازل ويا وجه الكلب وقول لهم حقا ما الوكيل ما وقفش معايا ما البوليس ما دارش معايا حتى درتي لي التنازل
ياك وتحمل مسؤوليتك، تحمل المسؤوليه ديالك اخي، تحمل مسؤوليتك. يعني انت ساهمتي في واحد الجريمه اخرى، كما كريساك وضربك غيخرج غيكريسي واحد اخرين، اقسم لك بالله على العالم. علاش؟ لان الردع، الردع شنو هو؟ هو العقوبه الطويله. هو انسان كريسا حيد لك تليفون وخسر لك وجهك، خاصو العقوبه الطويله. يعني الاستاذ وكيل جلاله الملك ملي كيحكم عليه بعشرة السنوات ياك، وكتمشي حتى كتدفع التنازل العيبات كيخرج السيناف. يعني الدور ديال الوكيل ضربتيه في الزيرو. يعني كون خليتي ديك المجرم ضرب هذيك 10 سنين كامله، اقسم لك بالله العظيم كون اول حاجه غيخرج بالصنعه، غيخرج ملبدها، غيخرج متقي الله، غيولي يصلي، غيولي علاش كيولي يخاف من الحبس الطويل. سول الحباسه قول لي الحبس طويل اش غيقول لك؟ خلي لي بس حبس 6 شهور وعام. هذوك راه كيقول لك الحبس عرس. راه كنعرف واحد الحباس ياك، خو كان ديما كيقول لي نصحو، خو كبر منه كينصحو كيقول لي يا فلان تجمع راسك راك غادي في طريق خايبه، كيقول لي خليني نعوم بحري. وفلان راك غادي في طريق خايبه، كيقول لي خليني نعوم بحري. ديما كينصحو فاصلوا عليه، فاصلوا عليه بزاف، خونا تقهر خليني نعوم بحري. تشد ضربوه بعشرة سنين. مشى عنده في اول زياره قول لي اش دالي، دالي 5 كيلوطات ديال العومان. قال لي هاك هذا كل نهار بس واحد وعوم بحرك، عوم بحرك، فهمتيني؟ شوف واش ضربو. ما داو ليه لا، شوف واش كيديو ليه الماكله، ما كيصرفو عليه، ما كيعيطو له، خلاوه يضرب. قالوا ليه هاك الكيلوطات ياك ديال العومان وسير عوم بحرك. قلتي انت غنعوم بحري، حيت شحال واحد كيخرج عينو، حيت هو ما كيكونش هو اللي داوي، القرقوبي داوي كيقول خليني نعوم بحري، خليني الحبس عرس. الحبس عرس هذوك اللي كيقولوها، اللي كيضربوا 6 شهور عام، اللي كيبقى ياكلوا كيكه وينعسوا على كرشهم وكذا. اما والله يا مو داك اللي كيخبط له 10 سنين طويله، الحبس طويل، النفس العميق، اقسم لك بالله العلي العظيم نهار كيخرج والله يا مو تا كيتبدل عليه الحياه، الشمس ما كيقدش يشوف فيها، فهمتيني؟ وبنادم صحابو اللي كانوا معاه كيبقاو خدموا تزوجوا داروا ولاد، اللي مشى برا اللي مات كذا، كيفرفر كيولي مريح وكيشوف كيف حالك. باش نوضح لك، تحياتي للامن الوطني، تحياتي للنيابه العامه، تحياتي للدرك الملكي، تحياتي للسلطات كاملين في المغرب، تحياتي لهم كاملين، لانهم كيقوموا بالخدمه ديالهم والعمل ديالهم. والمشكل فين كاين؟ صحاب التنازلات وصحاب الخوف اللي كيخافوا من المجرمين، كيقول لك غيخرج غيخسر ليا وجهي، غيخرج غيدير ليا، ما غيدير لك والو، ما غياديكش. خلي القانون يدير خدمته، خلي الوكيل يدير خدمته، خلي البوليس يدير خدمته، وبحال هكا البلاد غتزيد قدام. الحمد لله وانا كندور مدينه جديده، والله ما بقاش هذوك المجرمين اللي كانوا شحال هادي، حتغبروا لي من الشقف. شكون غبر لي من الشقف؟ النيابه العامه عفطوا عليهم، كيجي كريسات 10 15 صب 20 را كاع قادوهم هذوك المجرمين. فين هما دابا؟ بقيت طالع عليهم، باقي شي واحد قد يديه الجنويه ولا سيف ولا. انا دابا كندور مع جوج لي ثلاثه لي اربعه لي، كل ساعه واقفين عليا البوليس، فهمتيني؟ واخا انا كيعرفوني يوتيوبر وكذا هذيك، ولكن كيوقفوا عليا، كيطبق عليا قانون. السلام عليكم، ليك لاكارت ناسيونال ديالك الله يجزك بخير، شو الاداب والصوف كيفاش كيهضر معاك، باش تعرف ان البوليس كيهضر بواحد الطريقه زوينه، اقسم لك بالله العظيم. السلام عليكم الله يجزك بخير، كيوقفوا عليك بحال المثلث بعدا، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، تهرب من هنا صيفط لامك الاخر هنا نعسك، كلهم ضاربين سبرديلات مكروزين قادين مصوبين، تغلط يصحوا لك، هادو هما اللي كيعجبوني، تحياتي لهم. كيقول السلام عليكم لاكارت ناسيونال ديالك، بطاقه الهويه ديالك، من حقه. هدا تقول ليه شناهو هو ما عرفتينيش، انا ولد فلان وانا ولد فركلان، انت شوف ما كاينش با صاحبي ولا هذا ولد فلان ولا كذا، قانون فوق الجميع، القانون يعلى ولا يعلى عليه. لا ما تبقى تقول ولد فلان ولا كذا ولا دوزك مكالمه ولا هذا، لبد ولبدا صافي. لاكارت ناسيونال خاصو يعرفك انت شكون اش كدير في هذا الليل، نقلبك من حقي، بوليس نقلبك اش كدير في هذا الليل، انت مع ثلاثه الليل خارج كتخروط لي من هنا، ما عرفناك هاز جنوي، ما عرفناك كتكريسي، ما عرفناك هاز سلاح، ما عرفناك هاز قنبوله، من حقه. بحال هكا بالبلاد غتزيد قدام، حيدوا ديك القضيه ديال حكا ما عرفتينيش، شكون انت؟ مواطن مغربي بحالك بحال اي واحد، داك تخرج العينين، الببوشه كتخرج عينو كيحيدوها لها بفنيته، بلا ما تقول خليو القانون يطبق على كل شيء، وخليو بلاد، خليو البلاد تزيد قدام، سمعتوني؟ خليو البلاد تزيد قدام. لاكارت ناسيونال اييه الشيف كيطابيوها كدوز طالكي والكي مايك 466 طق 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 سلبي ولا ايجابي صافي، كنتي ايجابي سير بحالك، كنتي سلبي
اجي معنا طلع الروشيات بحال هكا باش كيجبدوا صاحب الروشيات. كاين اللي ما عندوش لا كارت ناسيونال قاتل دير جريمه وكذا مخبي من البصمه كيجبدوا صدق بحال هكا القانون خاصو يكون. وبحال هكا باش غنزيدوا لقدام بحال هكا علاش ميريكان وكذا الدول وكذا واخا الامن ديالنا حنا في هذاك راه ندير بوم في العالم ديال امو كيدويو عليه. عندناش حنا شي واحد دار جريمه كدوز يوم ثلاث ايام كتلقط ما كيفوتش دين امو ما كيتزقفش. علاش كنقول لكم انا تحياتي للامن الوطني وتحياتي للنيابه العامه بالخصوص ماشي كنقولها زعما نحاس يا سيدي نحاس نحاس. حتى خويا كنخرج ما كتكريساش حتى خويا كنخرج كتشوف قانون كاين كيبان لي المجرمين ديال امو ملبدينه كيبان لي بنادم ديال امو اللي كيقول انا راسي ما بقاش كيطير كما كان شحال هادي ما بقاش سيبا. ولينا دابا غاديين كنشوفوا الحمد لله الامن والامان وهادشي اللي بغينا بغينا حنايا الغزاله تاكل مع السبع وما يقربش ليها. وتحياتي لكم شكرا لكم بزاف.